يعني حضرتك تذكر انه الميليشيات ستتآكل وانه لن يكون لها عذر في العراق. لن يكون لها عذر في العراق، لا هذا غير صحيح. دائما سيكون هناك عذر. اللي عنده رغبه بان يبقى ويستمر ويستعمر ويسيطر سيجد له عذر بشكل او باخر، واحنا بدنا نقاوم، احنا مقاومه ضد المصالح الامريكيه في المنطقه وضد اسرائيل وضد الى اخره، الشعارات موجوده وجاهزه. اما القول بانها ستتآكل، نعم هي بالتاكيد ستتآكل. هي بدات تاكلها بالنسبه لي كمحلل وسياسي مبكرا جدا عما توقعته. يعني انا توقعت لفتره طويله ان تكون هناك زخم شعبي كبير لهذه الميليشيات بعد سقوط داعش، لانها اسهمت بجزء كبير من الجهود في اسقاط داعش في وقتها. وهذا المجد اللي اكتسبته من هذا الموضوع سيظل يغذيها لفتره طويله لكذا سنه. لكن انا فوجئت بالسرعه الشديده في التآكل ودخول هذه الميليشيات وقادتها في دولاب عمليه الفساد بسرعه متناهيه جدا، بحيث اصبحت واحده من ابشع الاطراف بالنسبه للمواطن العراقي. بغض النظر عن الطائفه والدين والقوميه والى اخره، اصبح المواطن ينظر لهذه الميليشيات باعتبارها عدو الى مثل الاحزاب اللي صار لها سنين وسنين في السلطه. واول ما احترقت مقراتها في انتفاضه تشرين كانت مقرات الميليشيات. اذا لم يكن هذا تآكل سريع لشعبيه الميليشيات ولوجودها على الارض، ماذا تسميه؟ فبالتاكيد هي تتآكل. اما انه هل ستبقى لها حجه بانسحاب الامريكان؟ نعم ستكون لها حجه وحجه مستمره، ولن تجد شخص يقول ها والله انسحبت الامريكان، دخل ننسحب احنا بعد ما لنا داعي ونفك ونحل نفسنا ونسلم سلاحنا ونرجع مواطنين عاديين مثل ما كنا. هذا لن يحدث. انت تعرف وانا اعرف والمشاهد يعرف وكل الدنيا تعرف انه لن يحدث ابدا شخص مسيطر. ايران بالذات تعتبر هذه الميليشيات وسيلتها الاساسيه في الحفاظ على الارض. يعني ايران لا تريد او لا ترغب لا تقدر على ان ترسل قوات ايرانيه مباشره للعراق لكي تحتل العراق بشكل رسمي، طبعا لا. وجود هذه الميليشيات يمثل احتلال غير رسمي غير مباشر ورخيص الكلفة نسبيا بالنسبة لإيران ومضمون. عراقيين يعرفون عراقيين ويسيطرون عليهم بالسلاح ممتاز. والقوة، والأوهام اللي موجودة في طهران ستستمر للأسف الشديد حتى يضع العراقيين حدا لها.